بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بأجمل وأطيب تحية. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. ما زلنا متواصلين وإياكم مع انطلاقات هذه الفترة الصباحية ومع الشوط التاسع، ومن المسافة ألا وهي 5 كيلومترات يحمل في طياته الإثارة والمتعة مع سن الإمتاع والإبداع، سن الإجداع لفئة الإبكار. هنا من ميدان الشحانية تنطلق الإثارة مشاهدين الكرام، 33 اسما باحثين عن الفوز والانتصار. مرحبا بكل الحاضرين، مرحبا بكل المتابعين، مرحبا بالأسماء المشاركة، مرحبا بالشعارات الرنانة. هنا على أرضية ميدان التحدي نتحول هناك مع مقدمة الشوط. هنا دراجار الله بن سالم بن مسعود بو شريدة يقدم لنا درة هنا من درة الميادين، بينما المركز الثاني من قدمت ووصلت هنا الضبية منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين يقدم لنا الضبية هنا صايد الرموز، ينطلق هنا على ثاني المراكز. المركز الثالث أتابع الانطلاق من الشاهيني مبارك بن عبد الله المنصوري، يتقدم المنصوري على ثالث المراكز. المركز الرابع أتابع هناك الواصل شعار بن دلموك، يقدم لنا الوجنة جابر بن فرج بن ناصر بن دلموك، يتقدم هنا إلى المركز الثالث. المركز الرابع تابع رهوى محمد بن سالم بن أمبارك النابت. هكذا هي 5 الأسماء، هكذا هي معركة الإجداع. بينما نتحول هناك مع شعار بوشريدة يتقدم هنا مع المركز الأول، بينما من يليه مباشرة هنا شعار صايد الرموز ينطلق على ثاني المراكز. المركز الثالث بن دلموك، المركز الرابع يتقدم هنا المنصوري على رابع المراكز. المركز الخامس أتابع التواجد هنا من رهوى محمد بن سالم النابت، هكذا للمرة الثانية. هكذا نعود هناك إلى مقدمة الشوط، نعود هناك إلى من تتقدم إلى أسماء دراجار الله بن سالم أبو شريدة، بينما بن دلموك يتسلل بهذا التسلل الكبير وبهذا القدوم المتميز. هنا الوجنة جابر بن فرج بن ناصر بن دلموك يتقدم في هذه اللحظات طامعا وراقبا في تحقيق ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثالث أتابع الانطلاق، أتابع التواجد هنا من الضبية منصور بن محمد السيف الخيارين، يقدم لنا الضبية هنا على رابع المراكز. المركز الرابع هنا على ثالث المراكز. المركز الرابع أتابع رهوى محمد بن سالم النابت، يتقدم مع رهوى إلى رابع المراكز. المركز الخامس أتابع الانطلاق والتواجد من ريمية سلمان بن سعيد الفسل، يقدم لنا ريمية، بينما أبو شريدة ما زال قائدا لهذا المسار، ما زال متحكما بقيادة هذا الشوط، مقدما لنا درة جار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة. أيضا هناك المركز الثاني من تواصل الضغط المستمر بهذه اللحظات، الوجنة جابر بن فرج بن ناصر بن دلموك، وصلت هذه المنطلقة في هذه اللحظات. الله يا هذا الوصول، وصول هنا من ريمية سلمان بن سعيد الفسل، يتقدم هنا مع ريمية بهذا الانطلاق الكبير. المركز الرابع أتابع الانطلاق وأتابع التواجد والتواصل هنا من الضبية منصور بن محمد السيف الخيارين، تقدمت الأسماء، المعركة بدأت تشتد في هذه اللحظات. ياهي من معركة، ياهي من شعارات كبيرة، المنطلقة هنا إلى رابع المراكز. الله
الراية الشاهينية. مبارك بن عبد الله المنصوري، المنصوري يتقدم إلى رابع المراكز، المركز الخامس ارهوى ومحمد بن سالم بن مبارك النابت. بينما نتحول هناك إلى بند الموت، من يتسلل، من يطل إلى صدارة هذا الشوط الوجنة؟ جابر بن فرج بن دلموك يتقدم في هذه اللحظات المسيطرة على المركز الأول، كيلومترين تفصلنا عن ناموس هذا الشوط يا بن دلموك. هنا أبو شريدة يتقدم إلى ثاني المراكز، هنا من يقدم لنا درة، جار الله بن سالم أبو شريدة المركز الثالث. الله 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 يا هذا القدوم، وصلت أعمار، وصل محمد بن علي آل فهيدة، وصلت أيضا هناك القادمة. الله يا هوايل، سالم بن فهيد بن براك ينطلق إلى ثالث المراكز، المركز الرابع. الله 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 الله، العنود ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بمتابعة الشرس يقدم لنا العنود في هذه اللحظات، 700 متر الأخيرة، الأمتار الأخيرة، أمتار الزحمة اللي ما فيها رحمة. يتقدم بن دلموك، يتواصل المسند في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز، المركز الثالث أعمار محمد بن علي آل فهيدة بن براك يتواصل على ثالث المراكز. بينما نتحول هناك يا همم معركة، يا همم منافسة بن دلموك، لكن يا سلام يا سلام يا بن براك، شعار النجوم ينطلق في هذه اللحظات. هنا من تنطلق؟ هنا هوايل سالم بن فهيد بن براك. يا سلام على هذا الانطلاق الكبير، يا سلام على هذا التحرك المتميز من قبل هوايل. هوايل هوايل تخلص المسافات، لكن المسند قادم في هذه اللحظات. الله يا سلام، لكن تهانينا هنا لهوايل سالم بن فهيد بن براك، بن فهيد من حقق هذا الفوز والانتصار. بينما من حلت على ثاني المراكز العنود ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند المركز الثالث، وصلت الوجنة جابر بن فرج بن ناصر بن دلموك المركز الرابع، أعمار محمد بن علي بن حمد آل فهيد المركز الخامس، إرهوى محمد بن سالم بن براك النابت. هكذا متابعينا الكرام شاهدنا وإياكم هذا الشوط، فكانت هوايل حاضرة في هذا الشوط لتحقق ناموس هذا الشوط. سالم بن فهيد بن براك قاطعة مسافة هذا الشوط في زمن وغدر 7:45 و57 جزءا من الثانية. بينما من حلت على ثاني المراكز، وصلت هنا العنود ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند قاطعة مسافة هذا الشوط في زمن وغدر 7:46 جزءا من الثانية. بينما من حلت على ثالث المراكز، وصلت هنا الوجنة جابر بن فرج بن ناصر بن دلموك قاطعة مسافة هذا الشوط في زمن وقدر 7:49.3 من الثانية. شكرنا موصول لمخرج هذا النقل الحي والمباشر محمد بن